Vas-y, va démarrer. Ok, frère. Allez, vas-y. اهلا وسهلا ومرحبا الخوت. جست دقيق جست دقيق، بدينا قبل الموعد، سمحوا لنا. تبارك الله عليكم، نتسناو الخوت يدخلوا بزاف. البارح كان معنا حسن معز، حارس مرمى ديال المنتخب التونسي ولاعب ديال فريق سيرك بروج، اللي عبر البقاء ديالو مع فريق سيرك بروج الى اللي سلب عند باقي السنه، ولكن قال لك نزلت شي عروض ماكراس يناقشها. قال بان الفريق الترجي ما يمشيلوش، ولكن هو من مدينه الساحل سوسه وكيروم الى فريق سوسه، وهذا الشيء اللي قال السي حسن معز حارس مرمى ديال فريق سيرك بروج ومنتخب التونسي، اللي قال لك الاصابه رجعت له من جديد، فلهذا ما كانش يعني رسمي مع فريق سيرك بروج، اللي المشكل ديالو هو الظهر ديالو اللي تصاب في المونديال مقابله ضد الانجليز، واللي كان دار واحد المقابله رائعه رائعه جدا. طوينا هذه الصفحه واستقبلنا من بعده يان ويغير، لاعب سابق للمنتخب التشيكي للتنس ومدرب سابق اللي انذاك كان برانس فيليب، اللي كان هو البرانس انذاك. كنشكرو السي عبد الله الزميل ديالي، نتمنى الاصدقاء تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما قلنا لكم غيكون عندنا ضيف ثقيل، وان شاء الله نتمنوا نكونوا خفاف عليكم، ونتمنوا نفتحوا الابواب ديال السجون اللي حنا مسجونين كاملين. هذا الحبس الجماعي منذ بداية الجائحة الكحلة السمراء الله يعطيها ما عرف شنو، والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. إذا حنا الخوت غنحاولوا نتناقشوا واحد حوار عائلي فاميليال بيناتنا، بين كل المتتبعين، واللي عنده شي سؤال مرحبا به، ما كرهناش ديروا جيم وتبارتاجيو، وإلا كان شي كومونتير هذا ما أحلى. دونك نربطو اتصال ديكت مع الصديق ديالي والزميل عبد الله، اللي كيقوم بواحد المجهودات كثيرة باش يكون البرامج ديال إذاعة فولتيغ في المستوى، خصوصا البرامج اللي غتكون في البداية ديال رمضان. رمضان فولتيغ اللي غيكون التوقيت غيتغير، ما يبقاش مع 9 الليل، ولكن غيبقى مع يولي مع 7 العشية. نور الدين القصري يحييكم، يتمنى لكم ألف ألف تحية، ونتمنى لكم خير. نربط الاتصال بالسي عبد الله. عبد الله عبد، مرحبا بك. مساء الخير زميلي نور الدين القصري، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام اللي كيستقبلونا في منازلهم في إطار هذا الحجر الصحي، في إطار مواكبتنا لهذا، في مرافقتنا عفوا لهم في بيوتهم في هاد الجائحة، في هاد السجن الجماعي كما كتسميه، في انتظار الفرج. اليوم عندنا ضيفا كما قلت نور الدين ثقيل، ولكن هو خفيف مهاري، لاعب كبير ديال المنتخب 94، يعني اللي عنده ان باركور ثقيل. الامر كيتعلق بسي نصر عبد الله، من مواليد 3 مارس 1966 بمدينة سيدي سليمان، متر و80. باركور ديالو في جينيور من 74 حتى 83 كان مع الفريق ديال اف سي مالين، 83 86 مالين، هذا الباركور بروفيسيونيل. 86 87 كان مع فريق ديال بورنيم، 87 90 مع لومل، 90 93 سيركل دو بريج، 93 94 وريغم، 94 96 اورانج، 96 97 دينبوش هولندا، 97 99 تلستار في هولندا، 2000 2003 الكوكب المراكشي، 2003 الفريق ديال مالين، لعب مع المنتخب الوطني من 89 حتى 94، وكان ضمن منتخب 94. سي ناصر مساء الخير. السلام عليكم.
مرحبا بك في اذاعه فولتير. بارك الله فيك اخويا ومرحبا بك في تنتوبا. مرحبا بك في الامسيات. اخويا عبد الله، هذا الباركور ديالي، الباركور ديالي بور لا كوب دي موند، لعبت في اورنسي، بور اورنسي لعبت في الكوكب المراكشي. الكوكب المراكشي شحال؟ ماشي 2002 2003 كوكب المراكشي 95. يعني الاحصائيات اللي يعني هادشي اللي ذكرته من خلال ويكيبيديا، يعني شكرا على التصحيح. وكما قلت سي ناصر، يعني السؤال الروتيني اللي كنطرحوه لجميع الضيوف نتاعنا، يعني في البلديه اللي كتكون فيها كيف هي الاوضاع ديال الحجر الصحي؟ واش الناس ملتزمين بتوصيات الحجر ولا الناس خارجين ما مسوقينش؟ اخويا انا ساكن في بلجيكا، انا ساكن في اونفيرس، وتنشوف انا في بلجيكا الناس ما مسوقينش. انا في اونفيرس بعداك تنشوف لي بارك عامرين، تنشوف الناس هذاك الشيخ هكا خاصو يديرو ما تيديروش لي جروب. مازال انا تنشوف الناس يديرو لي ماتش هنا قدامي في البارك. ايوا سبحان المغرب. انت كنت في اونفيرس سي ناصر؟ انا ساكن في اونفيرس، انا ساكن في اونفيرس. بورغراوت؟ لا انا ساكن اونفيرس، اونفيرس سونتر. اونفيرس سونتر، يعني الناس ما الناس محتارمين. الناس محتارمين، ودي كما قلت لك انا ما محتارمينش. هذا انا في اونفيرس ما محتارمينش. اذا دي جروب الناس يتساراو عادي، تخرج برا تلقى شي حتى في بروكسل. حتى في بروكسل يعني اليوم قضيت حوالي 4 سوايع في احدى بلديات بروكسل سكاربيك، يعني الناس ما على بالهمش. القليل اللي دايرين الكمامه، الناس يعني جالسين 4 5 بلا ما كيحترموا المسافه ديال السلامه. خليني نشوف الصوره عند نور الدين. هنايا عندنا يعني كما قلت لكم في لا ريجون ديال مونس، حنايا في لا ريجون دو مونس، حنا في وسط المدينه الكبيره مونس، يعني كشي عادي قليل تحركات. ولكن بما انني كنكون في الباديه، الناس كيخرجوا كنشوفهم كيكون الحال زوين بحال اليوم. كتشوف بلادهم كي غادي، اللي كيجري، اللي غادي كيدير الفيلو، اللي كيشري الحيوانات ديالو، وهادشي اللي عادي اللي كيجيو عندنا. ايوا هادشي عادي. اما بالنسبه للجيران، الجيران ما كيخرجوش، الجيران ديالنا كما كيخرجوا كيعرف كل واحد كيبقى في المكان ديالو، ولا خرج كيخرج يتسخر ولا شي حاجه. سي ناصر، يعني انت البدايه ديالك مع فريق مالين، يعني كان عندك 8 سنوات. كنت عندي سيزون، بديت سيزون بديت مع الفرقة مالين كالبريمير ليكيب ديالهم. درت جديد جونيور كادي دوزيام ايكيب بريمير ايكيب. الماتش ديالي في البريمير ايكيب كونتر شالوروا، كونتر شالوروا في البريمير ديفيزيون. هذيك كانت أولى المباريات ديالك. شحال كانت سالت النتيجة؟ لعبت في البريمير ديفيزيون 4 ماتش هذاك الوقت. شحال كان في عمرك؟ 19 وكان في الستاد ديال بي دو شارلوروا، ولا كان عندكم في الدار؟ لا لعبنا في شارلوروا، بريمير ماتش عندي في شارلوروا. كان لومبيونس كان كبيرة الايام هذيك. كان لومبيونس كبير، وكان لونترينور ديالي هو كان اد بوس. كان عاد بوس، وكان شارلوروا هذاك الوقت كان امبيونس فو حمق، الناس الجمهور في شكل، وخسرنا 2-1. انا كان الفرقه اللي كنت لعب معاه كان اروين كومان، ريتشيس، والتر بيس، كان كليستر. كان كليستر جا لافي ابري جا، وكليستر هو هو لاعب ديال كيم كليستر، لاعب التيم. هو لاعب ديال كيم كليستر. انا بروبوزي
un contrat. Le contrat était bien, bref, c'est un livre qui va à le directeur du club. Il est là, il dit, c'est pas possible. Il est ok, on va voir. Quand les deux jours, je suis sali la tronche. Mercato. Mercato, Nathalie, ce contrat. J'aborde. J'ai pris le risque. Théo Kustef, le gardien de l'équipe nationale belge. Il y a un entraîneur qui est là, ce Mali. Charles Borne. Il n'y a pas deux jours, il reste deux jours, Mali ne va pas te payer, et j'ai un an. Je suis là, non. Alhamdulillah, c'est une bonne saison. L'homme d'être champion dans la deuxième division, je suis là, deuxième division à cette époque-là. Au fait, avec le Moussim, Sénassar, se joue comme ça bien l'aide. Je crois que j'étais. Arrière droite, donc comme cette ADEF ou des assistés, tout ça. Mais une carrière d'aller, d'être flobel. Il y a avec l'âme de l'âme de Bornem, qui est en deuxième division. La troisième. La troisième division. Avec l'âme de l'âme de fer. Là, on est classé quatrième, on dit Arfa. Je crois que c'est quatrième, j'ai fait une bonne saison. J'ai pris le risque après deux jours. Quand je suis allé à Fabor, ce n'était pas possible. On m'a attendu la garantie de Trini, ma première équipe, qui était en Trini. Après, je suis allé dans les réserves, on verra. Voilà, j'ai fait une bonne saison dans les réserves, à quatre matchs en première division. Le directeur a dit non. Ademos, il y a un cadre de directeur. J'ai fait une bonne saison. J'ai fait deux bons matchs contre l'Omel. J'ai le prison de l'Omel. Il y a un des champions, Agile Adnan. Je suis pour l'Omel. Et ce président-là, vraiment, ou la kilo et kilo, le deuxième père, il y a l'Abjaou, je dis à lui. L'Abjaou, c'est toute semaine. Ou la trois saisons, vraiment trois saisons top. Fin de la saison, il y a l'équipe nationale d'Iéna. Et puis la deuxième division, à Étonia. Sardoua, Sénassar, bisoura, l'asile actile, ou que. يعني كتسقط علينا دابا يا اخويا فات بروبليم اخويا انا نمشي معاك نحاولون بغينا نتكلموا شويه على النصر في لي زاني 90 كانوا وقيله ثلاثه ديال اللعابه من الاصل المغربي انذاك كانوا قويين في البطوله البلجيكيه على ما اعتقد ناصر عبد الله نور الدين مكرم و محمد الصحاف يعني هذو ثلاثه اللي كانوا معروفين ودي كان خويا فرولير دريس عبد الله رحمه فرولير كان رابط يلعب في اللوفان كان وفيق يلعب في فرابورين كان عندنا بزاف دراري كيلعبوا دوزيام تروازيام بريمير ديفيزيون هذاك الوقت يعني صعبنا عن سيليكسيون ماروكان هبطنا المغرب في كلاس سيليكسيون ماروكان عن جوله سي عبد الله سيناس عنجيبه ولكن اللي بغيت نقول يعني بروميغ فاك ديال الميغراسيون ديال الاولاد ديالنا اللي هنايا اللي تخلقوا في بلجيكا ولاو كيلعبوا هو نيفو بروميغ ديفيزيون مع ليزيكيب ناسيونال هي الفاك ديالكم نتوما حنا اللي حلينا لابورت بور لي زوطر حنا حلينا لي زوطر هادي خا نقول بعد كلمه وهادي طوط لي الراسيزم في الفوت ولاد ما بغيتش يوصلوا اخويا حيت انا لعبت في مالي كانوا الدراري احسن مني غير انا كان الوالد الله يرحمه هو اللي كان مزيرني حنا في الكوره لعب ولا ما لعبش يقول لي الصبر اولدي راه الوقت ديالك غادي يجي
واحد ما صبرش كوم ايميغري واحد ما صبرش كي مغربي راه صعيب باش يوصل. الفرق بينك هولندا بلجيكا كبيره. هولندا عندك الطالو غادي تلعب بلجيكا خاصك ضرب ضرب بزاف حوايج باش توصل. دابا في بريمير ديفيزيون ديالنا احلت ما كاينش بزاف المغاربه دابا. واش لي طالو مغاربه بعدا في طالو عندنا لي طالو غير راح خصني صبروا. هذا البول اللي تقولها تقول اي واحد خاص تصبر خاص تروح تهضر وتصبر وتسكت وتتوصل حذر راسك تتوصل. هذه السؤال اللي كيتطرح السي ناصر لان ملي كنشوفوا الفئات الصغرى حتى ليكيب لا ريزيرف ديال دي كلوب بروميير ديفيزيون لا دوزيام ديفيزيون كنجبروهم يعني واحد بزاف ديال لي جون من اصل المغربي عربي فوق ولكن ما كنشوفهمش في ليكيب الاولى. شوف ليكزومبل ديال جادي كان في انفير كان في باليد كذا على نبيل ولا رضا لا بجوج تنهضر عليهم بجوج تنهضر عليهم بجوج جوج سو دو طالونتي دابا راه هبط المغرب مع الفيش دابا مع الفيش اللي سيليكسيون فرنسا ربح لا سيليكسيون ليكيب ناسيونال لوكال هو تيلعب مع الفيش واخد راحتو في بلادو لا مونتاليتي ديالو فهمتي. احنا في بلجيكا ديفيكولتي اخويا خصو تضاربو باش نوصلو. احنا ولي طالبو احنا فينا نكتب سخون ما ترضاوش ما ترضاوش اخويا واخا المدرب عايرك وانت عارف لاخوط مشي فيك احنا ما نسكتوش صحيح. البالج ولا الاخر غادي يحضر راسو يقول له يا ترينر وي ولا ترينر احنا لا. انا براسي ترى لي مشكل كبير في ورقم على هادشي فزلت ورقم انا داك افون فيزيون انا في ورقم جيت سيسبوندي 6 موا افون لا كوب دي مون 6 موا انا سيسبوندي علاش؟ حيت قال لي ما تمشيش ليكيب ناسيونال تلعب مع ليكيب ناسيونال قلت له نو قلت له لا قال لي تمشي ما عمرك تلعب هنا هو البريزيدون جاتني لا كونفاكاسيون في ديسمبر كونت لا فيلون هبط اخويا الدرابو هي الاولى بلادي هي الاولى. وكنتي متحمس كثير بزاف السي ناصر كنتي متحمس بزاف اخويا سي نورمال اخويا بلادي اخويا باش تسمع الهيم ناسيونال تشوف الوالد ديالك ديالك اخويا اللي لا ربوزيو بغير غير العييت حتى ولدو مع ليكيب ناسيونال اخويا انا بيتخاف ليكيب ناسيونال دخل الهيم ناسيونال في قريطرة كتبكي اخويا عاد ما عمري سمعتها. ولا سي ناصر وي خويا سي ناصر يعني تكلمتنا على لا بيريود اللي لعبت في لومل يونايتد ولومل انا داك كانت بريمير ديفيزيون لعبت معاهم ثلاث مواسم وبعد ذلك مشيت للسيركل دو بروج. علاش غادرت لومل؟ اخويا جات في واحد الوقت تروازو ولعبنا دوزو لا تو فينال وما طلعناش ولا بيردي كونتر كينك ان بوا ما طلعناش. جا البريزيدون عندي قال لي كيدوا بارتير قال لي دابا خاصك تشوف لا كارير ديالك حيت جيتي انترناسيونال لعبت مع ليكيب ناسيونال ديالنا في الكونغو ولعبت في الجيري لعبت في لا زومبي قال لي دابا وجات انترناسيونال خاصك تطلع للبريمير ديفيزيون حيت كنا نسطو كلاك للدوزيام ديفيزيون قال لي شوف جاي كلوب بور توا هضرنا معاهم خاصك تفاهم معاهم وقلت مسيو ايجل بريكس كي تي ديريكتور دو سيركل دو بروج قال لي ها البروجي ديالنا اللي احنا تبعناك هاد العام لونترينور هاك غريز نوت بغاك مشيت سيركل دو بروج البريمير اني سيتي ديفيسيل ادابتي على النيفو وداك الشيء ولي الحمد لله انا ديزيم تور سديت بلاصتي وجي في 3 سيزون دي بيل سيزون. سي ناصر يعني في هذاك الوقت باش تشد بلاصتك يعني فريق بلجيكي بريمير ديفيزيون كما كنقولوا خاص تفيق بكري. خويا دابا ظهر لي عندي هي ليديكاسيون ديال الوالدين ديالنا ديال الوالد ديالي الله يرحمه
هي جامي اباندوني. انا الوالد ديالو الله يرحمه، الله يرحمه خويا ملي كنت في جونيور، هو غادي اون فيلو وانا تابعو تنجري تيترينيني، وصل دابا للفاكتور دو بريس طايب البريمير سيزون، حيت ليكيب ليكيب ديجا 4 اون سون. شكون اللي كان المدرب انذاك ديال السيركل دو بريس؟ كان هالي جراس داوت حيدوه جابو هانك هاوار، وهانك هاوار في هولندي كيتي شامبيون افيك، قال لي تحط جو ا دروات غادي بوتيك ا غوش، انا في ليكيب سيركل دو بريس جوي ا غوش ا دروات. و دالي ماتش دالي ماتش دالي ماتش كلي بحال تاع بدروج غادي نتماركي ابوكاتشي، ولا دالي ماتش بحال كونتر ستاندر دي ليج نتماركي هالارس ولا لي جوار كيتي كيتي امبورتون، دونك سيتي مون رول. سي ناصر، سي ناصر، يعني واحد القضية اللي ما فهمناهاش ملي كنتكلموا على البطولة البلجيكية في المدينة ديال بروج، يعني كاين جوج ديال الفرق اللي بيناتهم ان كرون ديكالاج، فرقه اللي كتلعب لي تيتر وفرقه اللي كتلعب المانتيا. علاش اخو سيركل دي بروج؟ سيركل دي بروج سي لو بيتي فري دو كلوب دي بروج. كلوب دي بروج، كلوب دي بروج سي تي ليكيب دي بيبل كوم شارلوا، هذيك اولمبيك اي اف سي شارلوا. Au cercle de Bruges, c'était les élites à l'époque. D'abord, les peuples sont comme un club de Bruges. On dit, quand on a dit que tu avais un cercle de Bruges, on n'était pas le petit. Alors, dans ces trois ans, on a fait un barra ou un barra, on a fait un barra, on a fait un barra, on a fait un barra. دونك في هذه الفوق حنا نساكل دي بروج مع يوزي بيبر، كاراتشيتش، تيبوريتش، الان ديال فريدي، سيكي، كانت عندنا فرقه كبيره، كنا كلشي تيخاصم. هذيك الوقيته كان فيها تهامطا؟ لا لا، تهامطا كان قبل، تهامطا كان في ستامر دنياش. لا كنظن لعب حتى في الشركل. ما خبرش اخويا، ما خبرش. قبل منو طهامطا؟ انا بي كنت ما كانش طهامطا، انا كنت البريمير اني اللي جيت تبانا تماك، جابوا ليا سي موا افون جابوا تروا كروات، جوزي بيبر، كاراتيش، تيبوريتش. وانا جيت معاهم وانا تي كاتر ترونجي في ليكيب. عاد ابري جا كالوشا خو، كالوشا بوالا خو، جابوا ويلبر في ليكاليان. هذه الفرقة اللي كانت عندها، كانت عندها فرقة نقول لك اخويا كانت عندها بون ايكيب، تري بون ايكيب، ما كانت تخافوا من حتى واحد. لا بالأمبرليخت النتيجة تخافوا منها. وبعد ذلك سي ناصر مشيت للفريق ديال واريغام، واريغام كانت بريمير ديفيزيون. لا كانت بريمير ديفيزيون حتى هي، واريغام جوي لا كوب ديالوب، وسيت ايبوك لا سيركل دي بريج كانت محتاجة الفلوس. مشيت انا لواريغام، الكونترا ديالي ملتيبليي بار 4، دونك واحد بروفيسيونيل اللي خاصك تكثر تمشي لعندو. سي موا بريمييي كنت مزيان، كنا غاديين مزيان وداك الشيء. انا درت لا بريباراسيون مع ليكيب ناسيونال ديالنا بور لا كاليفيكاسيون ديال كوب دي مون، توعدت في فوريم في لانتيدي، توعدت دخلت بور لا ريفيزاسيون مع واريغام، بديت شامبيونا، بديت كل شيء. عيطوا عليا عدد سينيغال، عيطوا عليا عدد سينيغال، عدد سينيغال، ابري عيطوا عليا عدد سميتو لا زومبي، ماتش لو تورو ماروك شغلبنا 1-0، جي با بارتيسيبي كنت مع ليكيب ناسيونال، صافي سالات مشينا، دابا مشينا دخلت قال لي شوف ليكيب ناسيونال سي فيني. نعم جات قريب لا تريف وما عطوني كونتر لا فينلاند، وجا عندي البريزيدون و بول توريس لونترينور قال لي ليكيب ناسيونال سي فيني خاص تبقى هنايا، قلت له انا جو با ريفيزي ليكيب ناسيونال، قلت له سي امبوسيبل هاد سيبوك لا يا فيلر 1-2 يهم الفوتبول كما يكفي، فهمت يا خويا؟ انا نحييو فيك،
كنحيو فيك الوطنيه ديالك سي ناصر، يعني هذا هو هذا دليل كبير، يعني لما يكون لاعب بروفيسيونيل فريق كبير انا ذاك، ويعني يفضل المصلحه الوطنيه ويفضل يدافع على الرايه الوطنيه. يعني تحيه لك كبيره. دونك اخويا اللي هضروا معايا قال لي باتشيش عيط الوالد مرحبا تهضر معاه، قال لي ولدي يري واحد الكلمه ومازال قال لي ولدي لا بنتي راه ما يدخلوش بلجيكا راه يدخلوك في المغرب. كبير. وبعد ذلك سي ناصر اخويا يعني ابري واريغام من 94 حتى 96 اعتقد مشيت لاسبانيا. خويا انا عطيك هاد الحد سبعه واريغام جا في تراسو كونترا. انا باش تعرف العذاب اللي تعذبت باش نلعب البلاد ديالنا نكون بري فور لا كوب دي موند. انا جيت سوسبوندي دونك انا مشيت لعبت مع لا فولاند رجعت ما عنديش الحق نتريد مع لا ديزيام ايكيب ما عنديش الحق نتريد مع لا بريمير ايكيب. لقيت واحد لقيت امامي وصفا كنت موبر دو كلوب لاتليتيزم دو فاراكيب باش تعرف سي موا ما تلعب اوكان ماتش تمشي مع لي زامي لعب ميني فوت باش راه فيها فورم تكنيكمون لو ماتان تمشي تريني لاتليتيزم لو سوار جو اترو كلوب تريني بوحدي او كلوب بور سباك كافي مون كونترا. اي شاك فوا اللي تعاد عليه ليكيب ناسيونال تمشي مزيان حيت جي بري لي ريسك. نشكر بلادي باش تعرف بلادي الناس كابابل عارف اللي سيسبوندي عارف اللي ما تلعبش لي ماتش والحمد لله جيت سيليكسيوني بار لي كوب دي مون. هذا الفريق اللي لعبت معاه في اسبانيا هو الفريق ديال اورونسي اورينسيز وريت الدوزيام ديفيزيون لعب سي موا افون سي سي موا جيتي استون فيلا. يعني هذا يعني ما ان بار بريف انا جيتي ابري لا كوب دي مون جيتي ان انجلتير استون فيلا مع رون اتكنسون. Le club m'a proposé un contrat, mais j'étais encore sous contrat à Waregem. Et pour casser le contrat, ce n'était pas possible. Dans le litige, Ron Atkinson, j'ai un autre entraîneur, j'étais sans club. J'ai gagné la litige au FIFA parce que j'ai cassé mon contrat. Et je suis parti à Orense 6 mois. وبعد ذلك مشيت للدنبوش. لا أذلك باش نقول لا فيريتي تلاقيت رشيد تنسابني ديال تيتوان أبي تيتوان تلاقيته في ماربيا البريزيدون شاب سبعة لي صالير شاب سبعة كل شيء وذلك شيء تلاقيت معاه كنت تضحك وذلك شيء قلت له شوف أعطيني هذي جلعب في تيتوان داش دو جور قال لي ها هي. شحال كان فيها ديك الساعات شي بركه اخويا كان بزاف اخويا بزاف. مشيت لعبت في تطوان لعبت لا اسمع بدينا لا بريباراسيون مع تطوان الحمد لله دخلت سيرتيفيكا ديالي على مع تطوان هذاك الشيء البريزيدون دو تطوان ما كنتش عارفها هادو هادو ترى جوب لا جوستيس ماروكان تبعاتو هذاك الشيء جا عندي مع 4 الصباح تيتوقع ليا قال لي شوف انايا جبت صافي سا بون ترافاي راه تدير هادشي تو بون ترافاي وهداك الشيء سمح ليا عندي دابا بروبليم لا جوستيس قال لي هاك طوموبيلا اطلع دابا لمراكش. وكيفاش نطلع لمراكش؟ قال لي سير لمراكش. فهادي لمراكش غادي لمراكش مشيت لمراكش تلاقيت مع الحاج بديوري قال لي تلعب مع مراكش مع كوكب المراكشي دابا قلت له ياك مشيت مع تيطوان قال لي ما كان تيطوان لا والو قال لي ها لا ليسونس ديالك انا مع لا فيدراسيون تلعب دابا مع الكوكب المراكشي لعبت عام في الكوكب عاد مشيت دبوس يعني من تيطوان داوه لمراكش وي. أسي عبد الله أسي ناصر وي أخويا
لا شوف، بغيت نقيسها على واحد الاغنيه نتاع وجده، نحفر الدو في البركان. هذه يعني على انا ناصر من تطوان صدق في مراكش بقدراتي قادر صدق في مراكش. يا اخو سيتي كومسا سافرت والو، ولي جوار دير كيما تطوان كيما مراكش يزور ريسبكتي الكونترا. وابري ابري مشيت ل مشيت لدنبوش، مشيت دنبوش لعبت مع فاديس تروي اللي كان ليكيب ناسيونال لي ابري كي تاع ليكيب ناسيونال هولندي. لعبت مع انتري لور ليغ كي كان ليكيب ناسيونال هولندي ابري، و جي في اون سيزون تري بون سيزون. توعدت بالشيفي و بالدنبوش مشيت تان ستار، مشيت تان ستار في جي في جي في كاترون. J'étais capitaine de l'équipe. Il a son nom à Kassanassar. Il y a une comparaison, une comparaison bien le botola belgique à Nadak ou le botola hollandais. Je ne sais pas si le botola belgique ou le botola hollandais. Après le botola belgique, le botola belgique, le caisse l'espace, le caisse. C'est serré, c'est trop défensif. Rolanda, Rolanda, c'est la libre. Rolanda a autre football, autre mentalité. Il y a un match à 3-4, juge 4. Il y a un match à Rolanda, et le Belgique a un match à Rolanda. Et c'est vrai, je vais dire, c'est un match à Rolanda. Oui. C'est un match à Rolanda. لي فوق المغرب اخويا راه خاصك كي تكون سبع باش تلعب بريمير ديفيزيون، وتكون سبع باش تلعب في الوداد ولا الرجاء. انا لعبت مع الكوكب اخويا، انا لعبت في كوب دي بون ولعبت في هذاك الشيء. ولي بيك خاص المغرب اخويا الكره راه غادا رابيد، الدراري تكنيكمون والتيريرات تمشيو بها هذوك، وعندك الصهد وعندك بزاف حوايج. تشوف الدراري في البطوله المغربيه اخويا راه في المستوى راه حاقرينهم. بجيب اخويا في هذا الوقت بوحدوز لعب سي ماتش الدوزيام ديفيزيون المانيا ودير لا كوب دي موند راه حشومه. في هذاك الوقت كان الكارتي احسن منه، كان البانور كان مزيان، كان الدراري عندك ست سبع الدراري اخويا صحاح في المغرب. راه عاد نقول دابا تقول واحد شي حوايج اخويا، واحد البطل المغربي وتحوره بزاف. انا نرجع للبطوله الوطنيه، بغيت نتكلم معك السي ناصر على المونديال، حيت المونديال خلى واحد البصمه في القلوب ديال الناس في المونديال ديال 94 بعد الطيارات ديال زامبيا والهدف ديال عبد السلام الغريسي وتاهل المونديال. يعني كان المغاربه كاملين معولين بان هذه السنه هذه غتكون احسن من 86. اش وقع؟ حنا عاد نشوف خويا الفرقه اللي كانت راه حسب ديال 86 كان حسب 86 كانت عندنا فرقه مزيانه. المشكلات بداو قبل اخويا، بين حيدو اللوزاني اونترينور تبدا بداو لي بروبليم اخويا. حيت اللوزاني هي تاكتيك مون تري فور بزاف. حنا تدخلوا الماتش ما تعطوش لي سباس، كان لا كوفرتير ديال الثلاثه بدات لي ديفونسور ديال التيرا ولا طاك كانت بيان، وكانت ليكيب اغوش الحضريوي ديبت ابرامي انا ادروات قدام الطار الخرج. هذه ليكيب لا ديفونس نورمال. تشوف تو لا كاليفيكاسيون ما تتاكسوش لي بيت بزاف، حيت حنا عامين حنا اونصوم فاهمين. جاب بليندا كلشي تبدل اخويا، كلشي تبدل. بليندا الله يرحمه. ليكيب اللي لعبت في لاكوب دي مون ماشي هي ليكيب اللي كانت خاصها تمشي صاحبي، ماشي هذيك ليكيب. خلاو الكراوي على ميزون، خلاو ابرامي على ميزون، خلاو فرتفت على ميزون، خلاو جوج دراري اخرين على ميزون، خلاو 5 جو 6 جوار اخويا، ايزو في توت لا كاليفيكاسيون اخويا. غريسي خلاو في بونتوش. خلاو ما داوهمش، هادو ما داوهمش تنهضر عليهم. دونك سي جوار
شي جوور اللي كانوا عطاو لك 5 ولا شي جوور كي تيتيتولير. عرفتوا دابا على الحداويه، الحداويه راه في طاب زوار. السؤال كان تستحق انا في طاب زوار كان حابة يحسب منه، كان بويبوت يحسب منه، كان بزاف دراري كان داود يحسب منه، كان طار الخلص يحسب منه. داو نكروز من وجده. إلا في با سا بلاص اخويا. إلا في با سا بلاص داو مصباحي، لا دابا تهضر اخويا على شي حوايج تهضروا اوفر تو بو فهمتي؟ نعم. تناصر. وي خويا. أنا ملي تكلمت على النكروز من وجده فقط باش ندوز لك واحد التحيه ديال واحد الصديق ديالنا وديالك اللي هو سي حسن مرزاق كيحييك. سي مرزاق سي رابي سي تري بون ابي اخويا. التحيه لحسن مرزاق. المباراه الاولى ديالك في نصر مع المنتخب الوطني اعتقد كانت ضد الجزائر وكان المغرب انتصر 1-0 في 89. انا اللي ديك السوطراج انا اللي سوطرت باش حاسه ربي انا بركز في لاطيت. شنو هي سي نصر اهم الذكريات اللي كتحتفظ بها مع هذا المنتخب؟ خويا الذكريات هي لا كونفرساسيون في كلاد واحد حسن الدين قبل ما تمشيو. انا استقبل لي دي تخبط اللي كنت بصونا استقبل لي. وشنو هو الميساج اللي كان يعطيكم؟ خويا انا استقبل لي بوحدي. والميساج يعطاني هي الدرابون هي البيت الماروكي. ونعطي 100% بور مو بي. انا جي ان كونفرساسيون بوك لوروا. تعرف كلشي الماتشات ديالي الماتشات اللي لعبت. قولي ماركيت. اللي تدخل عند فاماجيستي يعطيك الكونفورتمون بلا بلادك محتاجاك. انا غدا شربوبيا غدا هو سيتي ان كونيسور اوسي. وي خويا وي إلي تي بليس كان كونيسور. انا بدي على لوكازيون هذيك 30 مينوت اللي جلست معاه وهضرت معاه خويا بيرسونيلمون هضر على الماتش ديالي هضر على الماتش ديال الماتش تي لعب دونك اللي تي او كورو ديال لي ماتش. والمانيا اللي تهضر معاك اخويا المانيا تهضر معاك تهضر سي كوم ابتير بحال الاب ديالك. ان سو موبون ان سو موبون كانت لا كار يقول لك تبدا ماشي تبدا اخويا حيت المانيا اللي تهضر انت دون بوكو دو ريسبي تا ماجيستي اللي تيقول لك بلادك محتاجاك هذاك الكرون تقدر لعب لبلادي اخويا. سير في كرون تودور والذكريات في ليكيب ناسيونال. نعم هي اللي بلا ناسيونال اخويا والبيبل ديالي اللي الجمهور ديالي في كازا هذاك الوقت. نعم انا ما كنتش نهربوا لبراك ولا نهربوا في طنجة خويا تدخل كازا عارف راسنا انا دخلت 100% نعطيو للجمهور غادي يدور علينا ولا يعيرنا. صحيح. الماتش ديال بلجيكا اللي كنا خسرنا ب 1-0 ومارك دو غريز هو اللي كان مسجل الهدف. يعني كان كنت درتي واحد التصريح قبل الماتش قلتي بان انا حافظ اللعبه ديال بلجيكا كامل وغنغلبوهم. كان دار بوم هذا التصريح هذا على الصعيد المغربي. لا خويا شوف انا اللي قلت حافظينهم وشديناهم في اورلاندو. شدينا في اورلاندو ولعبنا مزيان ولا في تري بون ماتش. عندنا سهر البارا طوطون ميشيل بريدون كو ماركينا 1-1 نعطيهم 2-1 نغلبوهم. هذاك الماتش خرجنا ساتيسفي باش تعرف حنا في الفيستير صافي قلنا صافي نمشيو لنيويورك نضربوا السعوديه ونتعادلوا مع هولندا ندوزوا حنايا. هذاك هذا هو الاوبجيكتيف اللي كنا درنا في الجروب. دخلنا ديزيام ماتش الفرقة كلها تبدلات. جا لوردر باش هذا تيعيط وهذا تيعيط هذا خصو يعيط هذا خصو يعيط الفرقة تشتات. إذا سفري كان لي كود فيل كيخدم لك السعادة هذيك سفري. أخويا كيف هذي ديكلاري أخويا ديال الفرقة تبدلات. وحنا هضرنا الفرقة اللي لعبت مع بلجيكا هي لا تدخل.
لكن الماتش امبيكابل، لكن 90 مينوت 90 مينوت وخا خسر 1-0 مع بلجيكا، كلشي جمهور مغربي شاف فرقه بهذاك المغرب كابابل. دخل الدوزيام ماتش بدل الفرقه، التروزيام ماتش الفرقه تشتات. دابا شوف سي ناصر، جوستومون حنا كنتكلموا على واحد الفتره ديال التاريخ اللي داز، اللي عطى الله عطاه وبكى مر له 100 خساره. دابا غير بغينا نعرفوا شكون اللي بدل الفرقه، علاش يعني علاش قبل ما يمشي المنتخب للمونديال، يعني علاش تم التخلي على لوزاني وتعيين بليندا، وبالنسبه ليك شكون اللي كان مؤهل باش يقود المنتخب، واش لوزاني ولا بليندا؟ شوف دابا لوزاني سي لونترينور بروفيسيونيل، لا فيزيكا، عنده لا مونتاليتي اوروبيا. عندك فرجه لوزاني كان تيقول واحد الحاجه في لافيسير، عنده يدخل لي ما عندوش شي حاجه، صافي دير لي عنده لا كاليتي غادي يجي. لوزاني هو اللي كتدير الفرقه، فواحد ما تفرض عليه الفرقه. تلعب سكاربي كيا؟ اه لعب سكاربي، كرسي سكاربي. ولوزاني كان عنده واحد السيستم ديال الفوتبول، لا ما عندكش لا كاليتي ولا لا لعبتي، حتى حنا الدراري باش لك ما عندكش لا كاليتي ولا لا بقيتي معانا. فرضوا عليه شي حوايج ما قبلهمش، حيدو جابوا بليدا، نورمال غادي يفرضوا عليه. انا ما يحموش في طال على كيجي دي كلكو شوز، لا يحمو ولي باش تخلي ابرامي وفرتو طال ميزو والقراوي، سي امبوسيبل. هذوك الثلاث جوار يزافيش لير بلاص ديال ليكيب ا، هذوك سو تيبيلير. يعني كل سميتو اللاعب ديال البركاني اللي كان قلب الهجوم حطوه تما وصافي. شوش ما في باس بلاص، كان انا حسن نادر، انا فرتوت. هذا هما لي دو لي زاتاكون ديالنا، بابي وكان سميتو طار الخلج، وعندنا لا ديفونس ديالنا. بيت تلعب حاجي انا طاك حدا فرتوت، تلعب انا ميليو دروات، وموراي تلعب ابرامي، وكانت سميتو ليبل والكراوي قدامو. سيتي سا لا ديفونس. ابري عاد جابو تريكي، جابو هذاك الشيء، كنت دينا الفرقة افيك تريكي افيك هذاك، والله كنت دينا الفرقة ديالنا، والله تدوزو ديزيام تور، والله تدوزو ديزيام تور. شفنا واحد اللقطه اللي باقي الجمهور يعني محتفظ بها، يعني فوق ارضيه الملعب، يعني شفنا اللاعب باش يكون بالو مع الكره، كان بالو مع السلسله ديالو اللي طاحت في بالنسبه لك سي ناصر، يعني من اجل التاريخ شكون هو اللي يتحمل المسؤولية ديال الانتكاسة ديال 94؟ دابا خويا دابا مسؤولية، شوف انا غادي نقول بحاجة، لا بيرف دو ريزولتا لي دازو فالتا ديالنا ديال لي جوار. كون اخويا حنا حيت باش نقول لك شي حوايج، ترى بزاف ترى مشكل في كندا، ترى مشكل في اورلاندو بين اللعابة. كان تي جوار كيلعب في 86 وتيجي كوم اونسيان وتيشوف راسو ما غاديش يلعب لي ماتش، يبقى كريتيكي لي جوار وعرف لومبيونس. انا تنقول كل حنا من النهار الاول استجبنا وقلنا ولي با داكور هاد لا سيليكسيون وهداك الشيء، ديو الدراري باش ديرو بون ريزولتا، ودرنا بون ريزولتا. حنا كل الناس كتبنا خويا، راه غير طالب راه طارلي، ما كون هضرنا كون دينا بون ايكيب، كون ما ديناش حد داوي معانا كي اللي هرس اللي عندو، كان عندو بروبليم الحمامي، كان عندو بروبليم معايا، كان بروبليم مع الدراري كلهم. سيتي الفيروس ديال الجروب. فهمتي؟
كوبداس مع لوكروز، لوكروز عطى لا كاليتي ديالنا، ابري لا فون بون كارير ايطالي، ما تشكش لور معانا، حنا جوي اوكا باش كاليفيكاسيون. فهمتي ديجا ديجا لاتموسفير، لاتموسفير اللي تحطينا فيهم باش ما تديش بحال ابرامي، ابرامي مسكين قاتل اي ماتش قاتل باش يمشي لا كوب دي مون، ابري حيدو دوسمو وحيدو فرتوت اللي معنا بلعنا دو تروا ماتش ماركا مسكين باش تكاليفاو، تحيدو تحد القراوي مسكين تقاتل شاك ماتش مع لي نوار هاو في لي توبي وهاديك. خاصنا خويا دابا دابا البروبليم ليكيب ناسيونال مازال متسالاش، مازال ان ودي 2020 مازال ان دي شوز تيطراو خويا مخاصهمش يطراو. لا كوب دي مون 2018 باش دي بوحد دوج معاك، باش دي لاتاكون دي بركان معاك، ما عندهمش بلاصتهم. دي 5-6 جوار ما كانش عندهم بلاصتهم. كانوا الدراري في المغرب احسن شي دراري اللي مشاو لكم دي مون، ما داوهمش. نعم. دونك طونك سو بوليتيك لا، انا قلت طونك سو بوليتيك لا مازال ما عمرنا خويا غادي تكاليفي من الدوزيام تور، ما عمرنا غادي نديروها. عبد الله. سي ناصر. عبد الله. نوردو. خويا. اذا كان. وي خويا. كنهضر مع السي عبد الله. عبد الله اذا كان ممكن نحاولوا نختموا البطوله على بلجيكا باش نمشيو نتكبوا على البطوله المغربيه، اذا كان ممكن السي عبد الله. فعلا يعني عندنا جوج ثلاثه ديال الاسئله على البطوله البلجيكيه بسرعه، نمشيو للبطوله المغربيه وغادي نختموا بلا كارير ديال السي ناصر اون طون كاجون دو جوار. بور سكييك لو شامبيونا دو بلجيك سي ناصر، يعني الان مع هذه الجائحه هذه ربما البطوله البلجيكيه غادي توقف، غادي توقف. كاين اجتماع يوم 24 باش نشوفوا واش غادي تلعب البطوله، يعني تخلي البطوله الجوله 30 واش يمكن تلعب لي بلاي اوف. بالنسبه لك نتايا واش لي كاروت سونكويت ولا ممكن نشوفوا استئناف البطوله؟ اخويا تبدو غادي يلعبوا امبوسيبل باش يحبسوا ياك، ولكن الا لعبوا غادي يلعبوا بلا جمهور. ايوا خويا دابا عندي حيت اندرليخت، حيت بروج، حيت كاتر كلوب عندهم الجمهور، بس في الاخر ما عندهمش الجمهور. لا الا تم استئناف البطوله الظروف هذه ما يمكنش يدخلوا الجمهور. لا ما فهمتيش، قال لك السي ناصر قال لك زعما كاين كاد كلوب اللي عندهم الجمهور، اما الباقي ما عندهمش الجمهور، عندهم 200 ل 3000 الناس ماكسيموم، ماشي بحال مثل اندرليخت عندها 20000 22000. ولكن أنتفيرب عنده. أنتفيرب ستاندار. أنتفيرب بولادي لسيرو دو دوفريو، إلا في دو بون ترافاي. إلا خدمو، أنتفيرب خدمو. أنتفيرب جابو لسيرو دو دوفريو، قال لهم فرقة، بوستاوا. لكن اختار لي سبونس كبيرة مع ستاندار ليج. ستاندار ليج هو اللي كان فيس بريزيدون مع لويس دريفوس، داو الشامبيونات، داو لا كوب، لعبوا تشامبيونز ليغ. ودابا تهضر مع ميشيل بريزون باش يجيبوه لونفير. سي ناصر، يعني كيفاش كتفسر لنا البطوله البلجيكيه وكاين بعض لي كلوب لا ليسونس ما ياخذوهاش ابار ستاندار اللي ياخذ لا ليسونس، ولكن بحال اوستون بحال مكرون عندهم مشاكل كثيره في لا ليسونس؟ لا ما عندهمش مشكله. تفضل اخويا، تفضل شوف، تفضل غادي دابا واحد غادي يفتح الجوزيام ديفيزيو، ولا تهضر غادي يجيو دو ولا كاتر كلوب. وخاص دو ولا كاتر كلوب، اما اوليو 18 كلوب بحال بكري. لا غادي يجيو كاتر كلوب ولا يجيو كلوب 20 كلوب، حتى ما بقاش عندهم لي كلوب بروفيسيونيل. في الدوزيام ديفيزيو احالا عندك لوكرن اللي فايت، عندك لومبل با ليسونس، روليرز بريسك فايت. وعندك سميتو روليرس روليرس تا هما. دونك كيفاش غادي يديروا يلعبوا دو كلوب ولا ترا كلوب ديزيام ديفيزيو؟ سي امبوسيبل. اذا عيطلعوا لي كلوب ديال بروميير اماتور. لا دابا يتقلبوا هما، جي هذا مي كي ترافال لا فيدراسيون بيل يتقلبوا دابا باش يفير دوزيام ديفيزيو افيك لي ميور كلوب ديزاماتور كي سون سيرفابل، اللي
يقدروا يعيشوا. اه وشحال كاينين السي ناصر دابخي توا، شحال كاينين من كلوب؟ انا تفضل اخويا كاين 16 كلوب، 16 كلوب اللي يقدروا سيرفيف. كاينين 16 كلوب، كاين 16 كلوب كاينين. هذيك مولبيك، مولبيك راه طلعوا ديزيام ديفيزيون، يفون سيرفيف. هذيك ليج، هذيك باترو اس دن، عندك كلوك شارلوا، عندهم بالارجون شارلوا، اولمبيك شارلوا تبع عندهم بالارجون. اها هاد لي كلوب يقدروا يديروا الدوزيام ديفيزيون وفي المستوى. توبيس هي تقدر تطلع؟ توبيس يزو با بالارجون خويا. مين مشى لهمك الياباني؟ فهمت اخويا، واخا انا جي في تيبيس كونتر باترو اس دن، ما عندهمش لي كاليتي باش تقول، ولا الجمهور باش يقول هادو غادي يلعبوا بريمير ديفيزيون. وردنا نمشيو للبطوله الوطنيه. سي ناصر، واش يعني ممكن نشوفوا ظهير ايمن كما كان في الوقت ديالك؟ يعني في نادي مبارك كان خليفه في نادي القنيطري وكنت نتايا. وي ويلو، واش البطوله المغربيه دابا تقدر تعطينا شي باك دروا؟ واش ممكن نشوفوا دي لاتيرو دروا في البطوله الوطنيه كما كنتو نتوما اخويا؟ دابا شوف، المشكله اللي طرات لا سوفيدا باروكيز، هي عندك دراري، عندك دراري يلعبوا كيلعبوا اضربات مزيانين، عندك دراري يلعبوا كوس مزيانين. غير حنا دابا البطوله جبنا دي سونترينور، جبنا دي سونترينور ماروك. حنا سونجي لي كو، حنا جبنا لي زيترونجي لي سون سونجي لي كولتور ماروكين، باش الوداد تلعب في بلادها 4-5-1 ما كانش بكري. الوداد كانت تلعب 4-3-3. ما كانش هذاك اللي لابور يطلعوا ويسونترين، ما بقاوش حيدوهم، ولا تجيبوا لونترينور كي لي با كابابل وهذاك الشيء، ما تخليوش. حنا الكولتور ماروكي اللي كولتور روما، بحال لي روما، بحال رومانيا، بحال البرازيل، سيد امريكان. حنا الدراري هذوك لي تكنيك، هذيك التكنيك يدري لي واحد جوج حيدناها. مي الفوت ماروكي انا مازال كنقولها، الفوت ماروكي اللي يا بوكو دو جوار اخويا عندهم دي بون كاليتي. غير حنايا ما تعطيهمش القيمه ديالهم. اه راه بلاتي غادي نهضروا على الخدمه ديالي كمواكل اعمال. انا ما غاديش نجيب هذا افريكان اللي با كابابل باش نهرس مغربي، جامي دو لافي. انا اللي كنت نجيب لعاب خاص يكون 50 60 مره 70 مره 100 مره احسن من المغربي، عاد نجيبو. سي عبد الله، دابا نقزو مع السي ناصر على يعني كوكيل. جيستومون يعني السؤال اللي كنت باغي نعطيه، يعني هو اجون دو جوار. سي ناصر، واش انت اللي جبت اللاعبين الافارقه فريق المولوديه الوجديه، هما لاعبين ديال فيتا كلوب، ربما كان وقع لك مشكل مع المسؤولين ديال المولوديه، يعني واش بالهيوانيه سي سا سميتو، يعني واش هو خلي السي ناصر يهضر. هذا سي هو عيط ليا قال لي شوف انا خاصني هذا البوست راه عندي دو جوار اللي بغا نجيبهم وهذاك الشيء. قلت له الى جوار، قال لي هاد دو جوار دي فيتا كلوب. قلت له دو جوار تنعرفهم سي دي زامي. هبط المغرب جلست معاه، هضرت معاه، ريقلينا كل شيء، مشيت لافريك، مشيت للكونغو باش تخرج لي جوار دي فيتا كلوب. سي تري ديفيسيل، حيت سون ليكيب ارمي. اشنو درت انايا؟ هضرت مع الدراري، قال لي هضرت مع لي ديريجون فيتا كلوب، فاهموا معايا، قال لي اوكي. ابري قال لك نو. الدراري خلات لي بري كونترا مع وجه، شنو بري كونترا مع وجه؟ اشنو درت انايا؟ هضرت مع الدراري، قلت لهم شوفوا كيسكون فافير، او تفرست فيتا كلوب، تبقى مع فيتا كلوب، ولا تمشي بوجدة. قالك اللاعب شوف بوجدة، صافي قررنا. شنو درت انايا؟ هضرت مع الدراري. ممكن نعرفوا الاسماء ديال اللعابة سي ناصر؟ فادو وموغانغا نيلسون. موغانغا نيلسون سيتي الكابيتان ديال فيتا كلوب، وكازادي راه دابا في الوداد. هضرت مع ثلاثة الدراري، قلت لهم شوفوا ودافير كيلكو شوز باسكو هو بروبليم، اللي بغينا نشق قطع الطيارة
لقينا لا فرونتيير لي لو ديال الفرونتيير ديالهم في كينشاسا انتردي دو سورتي بار لي جينيرال دي فيتا كليب. قلت لهم سي لي دوكيمون ولا لاكور افيك فيتا كليب كي بو سورتي لي نو بيرسون سور. شنو درت انا؟ درت مع الدراري قلت لي كوت اللي هي الباطو بور برازافيل. اللي بغا يقطع الباطو ما خرجش ما خرجش خرجوا. اشنو داروا؟ عيطوا ليا قال لي انا بزوا 1600 يورو. عيط الهوار قلت لي كوت 1600 يورو غادي ندخل اصلا بالجيبي. الدراري غادي يقطعوا كلاب دي سيزمون. البرازافيل راه الدري تما كيتسناهو البرازافيل غادي يجو لكازا كازا وجدة. هادشي اللي درنا بعد في تاكليب ابري قالت لك راه الدراري ديالنا حرقو. نو جامي دلا حرقو لي فيزا كانت عندهم لوكي دي فيتا كلوب لي ابري تقلبو عليها كانت عندنا جاو المغرب وهداك الشيء جلسوا حبك المسؤولية غادي خرجتو من بلادهم هادو شالي صار دخل جات لا رياكسيون فيتا كلوب عيطوا لي لي فار قالك ما قدروش كلشي نورمال جبتو ديتو الوجده هو ونصبو كاكا كازا دي مشى للمحمديه من المحمديه مشى مشى الوداد. شحال كان ديال البريم سينياتير كونترا؟ خويا عندنا بون كونترا حتى لا جيت نقول لي كونترا ولي شيف اخويا ما تنقولش لي كونترا لي شيف هاد كان شي دراري ما تنفعوش لي شيف فهمتي؟ اها باش ما خلقش مشكل الفرقه هذا لي شيف ما عمرنيش نهضر عليه. جلس مع البريزيدون جلسنا مع هذاك الشيء كلشي غادي مزيان. كلشي غادي مزيان درنا لا بروسيدور انا هنا في تاكلو كانت دوموندي 250000 هبطنا 50000 كل صافي 100000 يورو 100 مليون جوج لعابه انترناسيونال دو كونغو امبوسيبل هبطنا كامل كلشي غادي مزيان. الدراري سمعوا هذاك الشيء هو البريزيدون اللي تي افيزي مشرف ديالو الحمامي ancien président du milieu de Douja. Mais cette personne, c'est un voleur, chauffard, Marouf. Marouf dit qu'un président, vous êtes là comme des êtres, mais vous l'avez fait. Et je suis dit, monsieur Rajal. Mais je suis le président, donc le président fait aller à téléphone. C'est un affaire, non? C'est un salaud de flou. Le président, c'est un affaire de l'Ahmadi, il va à soi, دابا المانجر ديال كلوب دي فيتا كلوب هذيك 10 مليون مازال ما شدها دابا يلاه هضرت معاه اليوم مسكين في المحمديه دابا مع الكونفينمون جا باش يهضر مع البريزيدون فالبريزيدون تيمشي عليه التليفون مازال الان فيتا كلوب ما خلصوهاش. وانت شحال كتساليهم؟ ها؟ وانت شحال كتساليهم؟ انا خويا تنساليهم 80 مليون 80 يورو 80 مليون راه المفروض 80 مليون اخويا راه الفلوس ماشي هي المهمة خويا. أنا يجي عندي عيط لي البريزيدون بوجا يقول لي ما عنديش فلوس أصبر عليه نصبر عليه. كيما صابر على الرجا دابا مازال الآن صابر على الرجا. ولا فرق يخرج. الرجا حتى هي كتسلى 80 مليون. حتى هي تتسلى 80 مليون. وجديدة. جديدة سي سي أوتر شوز جديدة سي أوتر شوز أخويا. جديدة شحال كتسلى؟ 40 بركة تتسلى 10 10 مليون. 10 مليون مازال نهضرو خويا مازال نهضرو هذا ولي تخسر في المغرب. البريزيدون بحال هو بوليتيك مور مع البارتي ديال اغنوش. واش اخويا ابوبر دو بارلمون ولا ابوبر دو بارتي بوليتيك اش فرناه سي امبوسيبل اصاحبي سي امبوسيبل. دابا سي ناصر واش عندك؟ انا خويا دفعت ليتيج ديال لا فيفا واللي عندك واحد البريميرو ماروك غادي يقولها دابا البريميرو ماروك ان شاء الله بيسي هوار سيرا لا بريميير بريزيدون كي سيرا كونفيكي او تريبيونال سيفيل. انا جو اتاكي بيرسونيلمون او تريبيونال كازابلانكا. دابا نتايا شوف باش نفهموا هاد القضيه سي ناصر دابا نتايا هوار كتسالو الفلوس وفيتا كلوب حتى هي كتسالو الفلوس. وي يعني دوراج ديال اللعبه
يعني داو جوج ديال اللعابه فابور داو فابور ودي ما ربحش ما نيش ربح اخويا الدراري مش جوج تروج بريديسيون الدراري البريمير تروج البريمير تروج لو خاصو فيها. شوف دابا دابا اللي طرح المشكل علاش اللي كنتكلموا على الاحتراف يعني كنضحكوا على راسنا اللي وقع دابا في البطوله البلجيكيه في الكيت شارج ستاندر دو لياج يعني بلا عندها التخلويض على مستوى لي بريم دو سينواتور دابا ما بغاوش يعطيوها لا ليسونس وحنايا اخويا وحنايا شحال من فريق كذا عبد الله تفضل الرجاء في وقت بوتريكا عندها المشاكل اخويا عندها دي مليون عندها 10 ولا 11 مليون دي كريدي في هذاك الوقت وعطاوها لا ليسونس ديالها حيت حنا هذا البوليتيك كيدخل في الكورة خويا معليش فرقة الرجاء فرقة كبيرة خاصها تجي بريزيدون في المستوى الحمد لله كاو في هاد النوفو بريزيدون اللي عندهم حسبان في المستوى صاحبي هاد البريزيدون اللي عندهم دابا ديال الرجاء في المستوى انتوري بجي جون كومبيتون الرجاء ان شاء الله الوداد عندهم بريزيدون كومبيتون في المستوى لا سيري في المستوى كلوب سو كريدي كلشي مخلص لفيش ما عندهم شي جمهور ولي كلوب ستركتيري يا خويا سي كلوب ستركتيري بروفيسيونيل نفس المستوى جديدة واخا سارتان شوز سي كلوب ستركتيري ما كلشي شي لاخور اخويا بلي فارو جبد طنجة عند المساكين مي هضرتي على طنجة دابا طنجة اللي داير لها المشكل واش فعلا بالخيضر هو اللي داير المشكل لطنجة؟ بالخيضر هو الفيروس في الكلاب وكيفاش هاد طنجة ما قدروش يحيدوه؟ ما قدروش اخويا حيت اخويا انا ما فهمت والو هذاك الانسان ما فهمت فيه والو اخويا هو نورمالمون سيسبوندي ما خصوش يكون اخويا شوف دونك ديال البوليتيك شوف انا صاحبك عارف عليا لا صاحبك شي حاجه راه ضروري اخويا كلشي يقول لك لا سيري يقول لي استانا اخويا انا لا سيري شاك شوز يدار معايا الى تيلي سابارول اخويا نعم سمعت واحد القصه بان حتى المغرب الاسطواني كنت كتساليهم وجا عندك الرئيس قال لك اسمع ليا اخويا راه عندي مشاكل تعاون معايا وتعاونتي معاه سافري هذه القصه هذه اخويا سي ان دي بريزيدون جاب واحد البريزيدون قال لي شوف حنا عندنا مشكل هكا شوف اخويا ما عندكش صبر عليك بحال دابا الرجاء يلاه عندك الرجاء دابا كتب المشاكل ديالها عندنا غادي نسدو موديمو لارجو دونك هاد الجبهة دابا بحال هوار إلا فيه دابا البريزيدون ديال الامتي ولا فيه كرون ان فوت كابيتال عندو دو جمهور في المستوى بوغانغا سي لو ميور جمهور اترونجي في ليستوار ديال الامتي اخويا عندو دي جمهور في او نيفو باش ما تخلصش بلعاب بريمير ترونج ولا دوزيام ترونج ديال ما تخلصهاش باش انت تي دان البوليتيك دان البوليتيك تليفون على لاجون كي لاجون كي عنده ورقه سانيها معايا دابا ديال المشكل انا ما فهمتش هذا البريزيدون اون ان كونترا اونتر نو سانيها وهادي كونت كيلكان فوايو حداه كوم الحمامي ان فولور فوايو ان فوايو فوايو سي ناصر دابا حنا هاد المشاكل ديال هاد اللعابه وكذا اذا هادشي اللي سمعنا حنايا اللعابه كيهربوا سي اذا الحقيقه في المغرب اخويا دابا اللي جمهور دابا حنا رجعوا دي شوز اخويا عبد الله رجعوا دي شوز عندنا لي جمهور او نيفو او ماروك اخويا عندنا اللعابه في المغرب يمشيو بعيد في المستوى صاحبي yeah. ما عندناش ان جياش عندنا جياش واحد عندنا 50 جياش طالعين صاحبي ودي اخويا لي بريزيدون ماشي في المستوى في البروفيسيوناليزم عندك 4 بريزيدون في المغرب في المستوى 4 بريزيدون في المستوى شي لاخور يا خويا ديزاماتور يدخل الفرقة باش يديرو بوليتيكمون يوصلو بحال هو باش يوصل بوليتيكمون سمح لي يا خويا اللعب ديالك ما ياكلش راه حشومة صاحبي اللعب ديالك ما يكونش مخلص حشومة صاحبي مراكش تحت دوزيام ديفيزيون علاش؟ لأن أنا ما مخلصيش وكنخوف يا أكادير
السي ناصر اكادير 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 ما فهمناش اكادير لعبت الفينال خسرت الفينال في وجده وجرات على المدرب وهي عندها مشاكل كثيره وجابت مدرب فاخر لعبت مع وصلني معاه الكونترا ديال تروازون لعبت معاه دو ماتش وقالت له الله يعاون ولا كيسلى الفلوس خويا دابا ما تقدرش دابا شوف المشكله في المغرب لي بريزيدون لي بريزيدون حيد دابا حتى نقول لك حيد ثلاثه اربعه الفرق حيد الرجاء حيد السويس حيد جديده حيد وداد حيد وداد بركان بركان باسكو سي بريزيدون لا فيدراسيون هو اللي كيجير الكلوب سي اوتر شوز هاك ما نهضرش عليهم نبدو عندهم اخويا السي الاخر اسمح لي وظف وظف تقول لك تجيب الملحام البلدية ولا الملحام من لا فيدراسيون عند دولا سيزون ما كاينش لي زونتري اخويا ما كاينش لي بيبيسيتي ما كاينش بزاف الحوايج وني با بروفيسيونيل لعب 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 تقول له واه بريزيدون بريزيدون تتسالك 50 مليون ولدي تصنت لي بيزنس شنو غادير تيدير لي تيس في لا فيدراسيون غادي تدي كونترا جديدة ولا فيدراسيون مخليها هذاك الدار محلول كروشي مسكين تصرف 150 مليون للرجاء خويا والدراري بحال هاك اللي في بريمسيز ايوا هادشي كل شيء في الوقت ديال بوطريقه دابا كيفاش اللعاب الفرقه ما مخلصاش يرموا في سو كونترا مشكله هادي المشكله لا فيدراسيون لا فيدراسيون هذيك تفعل بلاك لا فيدراسيون لا سيدي سيدي هذاك الباب الفرقه تخلصك اولدي لما خاصكش تاع دوزيام ديفيزيون السي ناصر دابا كما قلتي باش نديروا البطوله احترافيه وانديه شركه رياضيه سي امبوسيبل في المغرب دابا شوف دابا نقول لك واحد نقول لك واحد السكري اللي داروا في المغرب نقول لك السكري دابا انا في اسوسياسيون اسوسياسيون انا خد في هذيك لوفو سوسيتي 95% خلي 1% دونك هذيك لاسوسياسيون اللي كانت هي مازال تتحكم في الشركه دونك هذوك لي ديريجون اللي كانوا عمرو غادي يحيدو يسو توجور لا شيخ انا خويا نتكلموا على اللاعبين الافارقه اللي كيجيو للبطوله الوطنيه كاين لاريد كاين لا ريغل ديال دي ماتش انترناسيونال ويعني بكل صراحه شفنا شي لعابه اللي ما كيبانش عليهم لعبوا حتى شي مباراه دوليه خويا عبد الله خويا عبد الله راه تفضل انا بوكاكا 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 لعب لعب 45 ماتش على ليكيب ناسيونال ديالو اللي كي بري سيليكسيوني بار ايكيب دو لا كوب دافريك فاتو كذلك لعبوا لي تشامبيونز ليغ لعبوا لا فينال دي تشامبيونز ليغ لعبوا مع فيتا كلوب واخا هكاك قال لي انا عندي 45 ماتش واخا هكاك قلت له خويا دون بول كان ديرير ماتش جاب لا فيدراسيون البريغ ديالو لا فيدراسيون هو بادو هو كازاتي شنو درت انايا؟ جي تيليفوني فيفا قلت لهم اسكو سي بوسيبل دو مي دوني سي ماتش لا صيفطوا ليا الميل لي ماتش اوفيسيال اللي لعبوا هادي لا دوكومونطاسيون تديها ما باش انا نمشي نزور لافريكا خويا تمشي لا فيدرا تمشي لا فيدراسيون تقول شوف جا كلوب ماروكان راه بغاولي هاك هاك 2000 ولا 3000 اورو عطيني السيرتيفيكا دي 10 ماتش غادي يجيب لك السيرتيفيكا معاه راه سي ناصر شفنا واحد شفنا واحد البريزيديان جابته المولودية هذه واحد العامين ملي كان كركاش ولما سمعنا حنايا راه وجده جابت ان بريزيديان يعني الفوتبول ماروكا اترومبلي ولكن ملي بدا يلعب واش غادي نقول لك بدون تعليق اخويا دابا شوف وقعت حتى لباريس سان جيرمان انا شوف اخويا نعاود لك شي نعاود لك هذه الاستوار Je suis le premier agent qui a rappelé un jour qui a joué à la Coupe du Monde, qui a joué avec le Nigeria, qui est le titulaire de l'équipe du Nigeria. Je suis le premier agent qui a rappelé un joueur au Maroc qui a joué à la Coupe du Monde.
بابا تودي جبتو الرجاء ديك هي بابا تودي لعب لا كوب دي مون 2014 لعب لا كوب دي مون اللي تيتولير كما ديلي بوتريسك جبتو الرجاء. دابا ملي كنقولوا دي ماتش اخويا دابا عندك دي زاجو عندك دي زاجو بزيادين في المغرب وعندك هذه دي زاجو اسمح لي بس سو با دي زاجو سمعريه وداروا لك الرابط الوداديه ديال لي زاجون دي جوا في المغرب داروها اخويا اخويا باش تجيب ليسونس اخويا في المغرب انا تمشي للفيدراسيون تطلب هذاك الشيء تعطيوها لك. دابا باش يكون دابا انا بغيت نولي اجون غدا نولي اجون غدا تولي اجون تي على دروا ما خصني لا ديبلوم لا دي ستاج لا ديبلوم لا والو لا فلوس لا فلوس والو نوردام اذا سي ناصر كما نقولوا حنايا اللي بغي اذا اي واحد اجون اذا نجلس مع الناس في القهوه يقول لك اجون اذا اجون كيف غدير اجون هذا بلجيكا بلجيكا عندك لي زيكزامبل عندك لو دروا عندك لي زيكزام خاصك بون فيمر خاصك بزاف حوايج اخويا سك انا كنت كون عندك في البنكه فلوس اكون انا كنت في البنكه خاصك لاسيرو نوردام نعم سير قلب على الدبلوم ديال اجون وديني لشي فرقه وهذيك لا بريم دو سيناتور ديال اللي ناخذها نقسمها انا وياك صافي واو سي الناس قالك بلا ديبلوم بلا والو اجي كون اجون هادي الكروب ايرور اللي دارت لا فيفا لا الكروب ايرور ليبريزي لي جوار سي الناس بغيت نرجع عندك يعني ملي كنقولوا دي ماتش انترناسيونال يكون عند الجوار يعني واش حتى ديال لي ماتش ديال الجونيور لي كادي كيتحسبوا ولا على ليكيب ا خويا دابا شوف دابا البار المباراة يقول لك خاص يكون غادي دي ماتش لا كدري سو لا كدري اي فاد تجيب دي ماتش دي جونيور كدري في ليسبوار تجيب له دي ماتش في ليسبوار في ليكيب ا تجيب له وانا خويا دابا انا تنقول لك حيد بحال بابا تودي اللي جاب بحال بوكاكا اللي جاب بحال فادو اللي جاب بحال كازا دي اللي جاب تلعبوا في ليكيب ناسيونال ديال بلوس كو 20 ماتش تجيب اللعاب اخويا اللي حمر لك انا شوف ليماج بحال انا اجور ليماج ديالي هي بون جوور جد بابا تودي قلب البطولة كلها في 6 موا دا سولي دور دا كل شيء هادي ليماج ديالي باش نجيب انا واحد اخويا باش نخشي هذاك ديبل 10 مليون في جيبي ومشي بحالي واللعاب ديالي المستوى لا حنا خاصنا نجيبو في المغرب خاصنا نديرو الكريتير نجيبو اللعابة في المستوى علاش البطولة المغرب اخويا راه بطولة كبيرة اللعابة اللي تيجيو راه تيربحو 10 20 30 مليون الشهر راه تيربحو الفلوس في المغرب باش انا نجيب انا افريكا ياخد بلاصة مغربي يمشي في المستوى ما نجيبوش وتالي زونترينور تالي زونترينور اخويا دور دينا نقول بحال الكلمة تالي زونترينور تشدو الفلوس سي ناصر جوستومون سي ناصر جوستومون هذا هو السؤال اللي كنت باغي نطرحو عليك واش فعلا يعني نتكلموا بصراحة واش فعلا في البطولة الوطنية يعني عندنا مدربين بجناسة كاينين اخويا انا بعمري تعمل انا تتعمل شوكة انا تدخل تسول اي واحد عطاك لي ديبيرو دي بريزيدون انا تدخل تقول شوف اللعب ديالي بغيتي انا معاك ما بغيتيش تمشي بحالي انا غادي نخلص حتى واحد هنايا انا تنصرف مع شي واحد لأن نخلص المدرب باش يجيب اللعب ديالي ويا خويا اللعب ديالي ما تسوى والو اذا فعلا هاد المدربين ولا سمساره كيدي اللعب اللي تيجيب 5 6 7 اللعابه علاش يجيبو تتهضر هذيك البريزيلياني تتهضر هذيك البريزيلياني مشى لوجده لونترينور لا اكزيجي علاش ولا تجيبوا واحد ولا تجيبوا جوور كي با فالور انت تشوفوا كي يعني انفيتي بار لو كلوب
وإذا المشكل سي ناصر، أنا نمشي معك أنا في سياق آخر. إذا المشكل ديال اللعبة اللي شفناهم هما شارفين ومازال كيدوروا في البطولة الوطنية، إذا المدرب ما كيقول لهم أنا اللاعب المغربي، ما كيقول لي اللاعب مغربي ما كينضز. خويا نوردي، نعم، مي تيكون عند ديريكتور تكنيك في المستوى وعند بريزيدون فوقو تيجيبو مدرب، تحط المدرب تما الأنيل للديريكتور تكنيك، تقول له المدرب هو اللي يختار اللعابة، وهاديك ديريكتور تكنيك مابقاش عندو لافوز. دونك المدرب تيجي، ستة سبعة ثمانية لعابة ديالو، مع لاجون ديالو، لاجون ديالو تيضرب فلوس، المدرب تيضرب فلوس، اللعابة تياخدو فلوسهم. ولدي كاين المدرب تيمشي لحالو، هادوك اللعابة اللي تبقاو تماك راه فرقة تفحل معاهم دوزون تروازون. انا بغيت نمشي معك واحد النقطه ملي دارت على تيريكتور تكنيك، بغيت نتكلم على ديريكتور تكنيك وشن ديال ليكيب ناسيونال دي ماروك. دار واحد اوف دابيل لي فيتور زونترينور ديال البطوله ديال ليكيب ناسيونال دي ماروك، وكان بيناتهم واحد الاطار الوطني، واحد سميتو فوجي جمال اللي كان حتى المرتبه الاولى في الامتحان الباساج، ما الاخر ما بغاش يمشي. كيف كتفسر لنا القضيه هذه سي؟ شوف خويا نعم، جبنا مغربي ناصر لارجيت خدم الى ترافاي، الى عنده سي، عنده لي فوت ديالو، مسكين هو مسكين عنده لي فوت ديالو. اها، ولي باش تقول كل شيء لي بروبليم لي طرات هي لا فوت ديالو؟ نعم، شي ديالو حيت كان معاه ارفي رينار، هو دار لي فوت ديالو، كل واحد دار لي فوت، ما غاديش نقولو. صحيح، ما غاديش نقولو هاد السيد راه هو المشكلة ديال ليكيب ناسيونال. أنا خويا جو بريفير ناصر لاركيت على هذا اللي جابو. صحيح، هذا اللي جابو ما عندو أوكان نيفو. فتحي جمال أحسن منو، بانو الزكي أحسن منو، رشيد طوسي أحسن منو. ودابا هادي هي المشكلة خي ناصر. اونت بارونتيز، المستمعين الرياضيين وعشاق اذاعه فورتاخ، غدا ان شاء الله راح يكون معنا ناصر لارغيت الدغي اكس ديريكتور تكنيك ديال كيم ناسيونال. واللي ما بغيتش نعرف نفهم هنا، ماد اوشن جاب كما قلتي الزكي، جاب فتحي جمال، جاب الطوسي، هاد ثلاثه ديال الناس يعني تقريبا هما ليكيب ديال المنتخب المغربي. اخويا دابا هاد اللي جابو بالبي دي كال اوشن ما عندو، حتى نيفو، ما عندوش نيفو اخويا. كيدير الانجليزيه اخويا، واش البي دي كال تغلب المغرب؟ لعبوا معاهم غلبوه بحدايا ولا تنغلبوه؟ لا غلبوهم ديجا، جابوه ما تجيش، جابوه تسلط عليهم جابوه، هذا غادي يفورمي الفوت ديالنا، كيف غادي يفورمي؟ ما فورما كراسو. عاد اخويا عبد الله، راه عندنا دي جون كابابل في المغرب اخويا. ياك سي ناصر، جوستومون دايوغ ان اكس انترناسيونال، يعني بغينا نعرفوا الراي ديالك على واقع المنتخب الوطني. واش المنتخب الوطني لكرة القدم بالنسبة لك بين ايدي امنة؟ واش با كومبري لا كيستيون؟ قلت لك الدرجة ناسيونال، ليكيب ناسيونال دابا واش يعني راها اونتر دو بوما؟ واش هذا المدرب اللي جابوه يمكن يحقق نتائج؟ خويا دابا المدرب جا جديد كيتقلب على الفرقة ديالو، كيتقلب على الأونز ديالو، مازال تيقلب غير هذا خويا. كنت انا بريزيدون ديال الفيدراسيون ما عرفتش هذا المدرب هذا، ما نجيبوش، ما عرفتش نجيبو. شكون اللي عتجيب سي ناصر اذا كان ممكن؟ انا نجيب لورون بلون. لورون بلون تا هو كان في اللائحه، تا هو حط الدوسي ديالو، نجيب لورون بلون ولكن طلب لهم غلا قال لك
لا بغيتي تسوق فيراري راه حتى تخلص الفيراري ودي دات ديجا غادي يجي واحد هذا كاد سابولو تريدر ولا نجيب لا نجيب لوتريدر مزيان حتى لوتريدر ماروكان ما غاديش يشطح في المغرب اخويا علاش؟ زكي ايوا زكي كان غادي مزيان اها ليكيب كيريدو راه ليكيب ديال زكي اها هو اللي شد الفرقة هو اللي قاد الفرقة جا لاخر بروفيتا بالريزولتا ديالو مشى لاكوب دي موند حتى المدير حتى حنا ما تنعترفوش بالدياول دار هذا المشكل في المغرب عندنا دي جون كومبيتون هذاك البوست ديريكتور تكنيك اوكي حيت كي ناصر لاركات اما تجيب الزاكي اما تجيب فتحي جمال اما تجيب التونسير في سيت بوست لا هادو عطاو البريستيج ديالهم معروفين في المغرب عرفوا الخدمة ديالهم عرفوا المغرب خصوصا فتحي جمال عطاه في الديريكتور تكنيك فوالا هو اللي فتحي جمال كتبوا فتحي جمال تعرف كلشي الدراري في من هو حتى البريمير ديفيزيون والزكي عطاه مع المنتخب والزكي عطاه مع المنتخب دونك هادشي المغربي باش تعرف البطوله المغربيه هذا كدير الديريكت التكنيك ديالك وغادي تخدم تخدم اخويا هادوك تعرفوا الظروف ديال الدراري تعرفوا ليكيب كلشي تلعبوا تعرفوا تولي بريزيدون في المغرب تعرفوا ديال المستوى ديالنا كيفاش كاين هذا اللي جابوا راه خاصو عامين ولا ثلاث سنين هذا كيتعلم الفرنساويه بعدا واش حنا وليت نهضروا الانجلي انا واحد المدرب كنت درنا معاه حوار قال لك المشكل ديال المدربين المغاربه حنانين دغيا كيحنوا على ما كيبقاوش بروفيسيونيل بصح هذا هو الخطا اخويا انا حضرت مع الزفيف جديده ولا حديد والو معنينا حضرت مع التونسي في الرجاء بحديد والو بروفيسيونيل دي جون سي دي جون فلاط ترافاي حلالي بورمات عندي كيك بقولك وجيه مزيان لعبتي هذا راه بروفيسيونيل اخويا دابا سي ناصر هاد البطولة الوطنية اللي كنقولوا عليها محترفة ولا احترافية يعني كنشوفوها مملة بنادم كيمل منها من كثرة المباريات المؤجلة بالنسبة لك كيفاش نعالجوا هذا المشكل دابا البروبليم اخويا دابا البروبليم هي البروغراماسيون ديالنا الرجاء لعب 15 ماتش دازالا 15 ماتش تالي البطولة الاخرين عندهم 22 ولا 23 ماتش ما نتبعش واحدين مازال بسبعة ماتشات واحدين بخمسة ماتشات هذه ماشي بطولة اخويا خاصك اخويا حنا نبداو عاوتاني الشامبيونات بداو في اوت بداوها علاش؟ باش تلعب لي ماتش ديالك ديجا ملي تجي لاكوب دافريك بعداك داك الماتش تيتلعبو شنو تنديرو حنايا؟ الفرقة غادي تلعب السيمانة الجاية لاكوب دافريك هاد السيمانة ما يلعبوش لا تلعب الماتش ديالك تشد الطيارة تمشي تلعب ما يلعبوش في الأوروبا تلعبوا الويكند ولا مكردي ولا لومباردي تلعبوا نعم هذا هو البروفيسيوناليزم أخي نشوف راه حنا بعيد البروفيسيوناليزم نقول لك لي الشركات اللي غادي داروا عندهم خمس سنين من الضرايب وداك الشيء تشوف لي زاسوسياسيون غادي تدفع 90% في الشركة كيفاش بغيتي تجيب القدام خليو اوفرتور ليسباس بور ان انفيستيسور اترونجي لا بغا ناصر الخليفي غدا يشد الرجاء ولا يشد الوداد قبل يدخل لا البخاري تقيل خاصهم تمن لا خويا البخاري توي باش يتعاون على فرقته ولي بدي خاصهم يتحطوا الفلوس اذا اوكي البخاري غادي يحط لك ان مليون ديرو ولا ان مليار بالجيبو هذاك البخاري طيب دايرو بلي بريزيدون باش يكوفري على راسو بحيت البريزيدون هو اللي مخلص البخاري باش لا جات اليكسيو صحابو غادي يولي يفوتو عليه ما كاينش الديموكراسي خويا خاصة دابا لا فيدراسيون روايه الماروكين تحل الباب لي زانفيستيسيور اترونجي جو سور اي سيرتان لا تحل هذاك الباب عندك مانشستر سيتي عندك باريس سان جيرمان
عندك الجزائريه البريزيدون ديالها اللي كان في البيراميد، عندك 6 ولا 7 بريزيدون يدوروا المغرب، حيت المغرب ريسورس بور ريبول ريسورس بور البي دي دو غول، حنا تنعطيو للبي دي غول لي جوار. هاد الوداد بحال راجا شادلو وبون ديال افريكا صاحبي، جاي بوكو دي جون غادي انفيستي في هذا الكلوب لا. يعني الصراحه السي ناصر ابار الرجاء والوداد ما عندناش شي كلوب اللي عي يكون بحاله. طنجه طنجه يا بوجده راه جا بريزيدون كابابل بروفيسيونيل اللي قال الفرقه ديالو. وجده عندها الجمهور ديالها، وجده راه فرقه كبيره عندها الجمهور ديالها صاحبي، عندها الجمهور ديالها فرقه زوينه. انا بريزيدون اللي با كابابل، البريزيدون سو ديريكتور حمادي سو دي جون سو با ما تخدموش الفرقه، تخدموا راسهم، ما تخدموش الفيتير. واش هذه ايضا دابا المشكله غادي تبان دابا خويا عبد الله وخويا نور الدين، هذه الكورونا هذا البرد هذا خايف بور لو بوبل، مي دابا بور لو فوتبول الماروكي تشوف الفرق اللي غادي تسيرفيو ولا تسيرفيو. ودابا دابا بالنسبه للبطوله عاد ديال المغرب عاد تكمل ولا عاد توقف؟ خاصهم يكملوها، حيت ليا كوكاس الوداد بعيد والرجاء بعيد وما ما واحد ما غادي يوصلهم واحد واحد. تقول وي الرجاء شامبيون دابا بلوديا سو كلاسي ترويزيام بيناتهم ان بوان ولا دو بوان، ما تقدرش تحبسها. الوداد عنده 36 بوان، الفاتح عنده 35 بوان، المولودية عندها 34، نهضة بركان عندها 32، الجيش 31، الرجاء عندها 28 هي والمغرب التطواني. ولي الرجاء عندها 15 ماتش بوا عندها 5 ماتش بوا، 5 ماتش بوا الوداد 2 ماتش. يعني على حسب على حسب هذا لو ريتم سي سي نصر، يعني غادي نبداو هذه البطوله في 2023. نصر يعني انا تفضل اخويا انا تفضل لحاله البطوله يكملوها، يبداو ان شاء الله ان شاء الله مور رمضان حالات الكونفينمون وهذاك الشيء مور رمضان يبداو يلعبوها جويي اوت سبتمبر. سي ناصر يعني شوف يعني في نهايه هذا البرنامج في نهايه هذه الحلقه الحديث معك شيق، ولكن واش غادي نختمو غادي نعود معك لاكارير ديالك يعني باختصار، شكون هو لو بريزيدون اللي اثر في حياتك في البطوله البلجيكيه؟ لوميير بريزيدون لوميير بريزيدون كي فوزا سيدوي يا بزراس ديال لندن، شكون هو اللاعب اللي كان ان اكزومبل بور فو في البطوله البلجيكيه دائما؟ يوسف ريفر. شكون هو الفريق اللي كانت تتمنى تلعب فيه؟ اف سي برشلونة. بلجيكا ديال الاسماء بلجيكا اندرليخت. بلجيكا ديال الاسماء اللي بغينا تقولنا على كل اسم يعني تقولنا واحد الكلمه. بول فانيمست. فالي بصح دي بير جوور بلج لاعب الزعاب اللي كان في المستوى في اندرليخت وكلاعب في المستوى. فيركوترن كان ايليا جوز، كان عنده لي سونتر لي سبوب لي بانان، كان توا عنده سونتر واعر ولاعب في المستوى بون اوبراتور مدرب في المستوى. يوهان كرايف. يوهان كرايف تنعرفو بيرسونالمون هو اللي هو اللي دار لانفيتاسيون للتيك اتاكا واللعب اللعب اللي كثر هو اللي يتريزا لبرشلون يكون في هذا المستوى جدا وعالية ولعب في المستوى. شكون هو أحسن لاعب كرة القدم المغربية يعني اللي كي وزا توجور سيدوي؟ دومي الله يرحمه الله يرحمه. والمسير موسيقى في المغرب. ديريجون ياك. ديريجون حاسم الحاسم ديوري. حاسم ديوري
ليكيب دي كور. اوبليجي. ليكيب دي كور في الاوروب ولا في الماروك؟ لا لا في المغرب. في المغرب واك كازابلانكا. دام سي ناصر كنشكرك جزيل. اخويا تسلم على كل شيء وتتسلم على كل شيء يكون بزاف هذا الكورونا. حيت تنهضر على الكورة تنهضر على السبور ودي كان لافامي كان العائلة. نعم. وتتبدا كل شيء يكون مزيان وصحيحته وإن شاء الله هاد السيمانة إن شاء الله ندخلوا رمضان ورمضان بريك لكل شيء أخويا وكل شيء الجمهور. كنشكرك سي ناصر. نتمنى إن شاء الله نتقابلوا قريبا في الاستوديو ديالنا. إن شاء الله أخويا. شكرا أخويا عبد الله. شكرا أخويا نور الدين. نعاودوها. نعم الاخوان المتتبعين والاخوات كنشكركم بزاف على المتابعه. كان معكم نودي القاسم وعبد الله أبو الضيف ديالنا اللاعب ديال المنتخب المغربي المونديال 94 وفريق سيك بروج اللي نجح مع تحت الدوزيام ديفيزيون سيك بروج وفرحان سي ناصر. دونك كنشكرو بزاف وكنتمناو يكون معنا في رمضان باش مع رمضانيات ديال فورتيغ في الايامات كنتكلموا شويه على الحريره نشوفوا سي ناصر والجهه ديال اللي كينتمي لها. سيدي سليمان سيتي اللي عين ان شاء الله وغدا ان شاء الله على الساعه 9 علينا يكون معنا ناصر لارغيت المدير التقني ديال المنتخبات الوطنيه اللي داز. وشكرا الى اللقاء. شكرا الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. شكرا.